نروح نطمن على شوارعنا النهارده. اعتقد كان في امطار خفيفه واكيد اثرت على حركه المرور. معانا دلوقتي مراسلنا عاصم الشندويلي من الاداره العامه للمرور يطمنا على حاله المرور النهارده. صباح الفل يا عاصم. صباح الخير والبركة والسعادة، تحياتي ليك يا فرح، وبرحب بكل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور. لكن اسمحوا لي في البداية أشارك جميع الشعب المصري وأقول له مليون مبروك فوز المنتخب الوطني، فوز مستحق إن شاء الله بإذن الرحمن. البطولة مصرية وبإذن الرحمن مزيد من التوفيق في كل الماتشات اللي جاية. هو ده الأداء الرجولي وهو ده المنشود والمعروف عن الكرة المصرية وأبناء مصر الأعزاء اللي بيشرفوا مصر الحياة في كل المحافل الدولية. طبعا النهارده عندنا مؤشر في غايه الاهميه مؤثر بشكل ملحوظ شويه على الطرق وتحديدا المحاور الرئيسيه، وهو الامطار المتوسطه الى الغزيره في بعض الانحاء. عشان كده بنحذر كل قائدي المركبات على كافه الطرق عليهم بتوخي الحذر، اتباع القواعد والارشادات المروريه اتباع تام، وايضا الانصياع وراء كل ارشادات يعني رجال المرور المنتشرين في اغلب المناطق وتحديدا المناطق المتاثره بسقوط الامطار. كمان بننصح كل قائدي المركبات بنقول لهم عليهم التهويه الجيده، التاكد قبل الاقلاع من المكان بتاعهم من اربه الميه، وان لازم تكون اربه الميه مليانه نظرا للامطار اللي بتتساقط ويمكن تستمر معانا لبعض يعني دقائق او ساعات جايه ان شاء الله في بعض الانحاء. وان شاء الله باذن الرحمن يعني تمر هذه الاجواء على كل خير وكل منا يصل الى مراده بالف سلامه ويسر. تعالوا مع حضراتكم بقى ناخد جوله على الطرق، ونبدا مع حضراتكم هنا بمحور 26 يوليو. لو شفنا الاتجاه القادم من مناطق اكتوبر وزايد ومتجه الى مناطق ميدان لبنان ومناطق المهندسين، فهو بعض الاحجام المريه المتوسطه نظرا لطبيعه الطريق الضيقه وايضا سقوط الامطار وايضا اعمال التطوير اللي بتلحق بهذا الطريق. اما الاتجاه الاخر القادم بقى من مناطق الزمالك ومناطق المهندسين ومتجه الى مناطق زايد وايضا مناطق اكتوبر، فحاله من السيوله المريه تامه حتى نزل يعني محور 26 يوليو من اعلى الدائري، حاله من السيوله المريه التامه. نروح مع حضراتكم دلوقتي مشاهدينا لجزء اخر ايضا على طريق المحور، وشفنا مع حضراتكم هنا هذا الاتجاهين، يعني هذا الاتجاه وهذا الاتجاه سواء القادم من زايد ومتجه الى مناطق وسط العاصمه او القادم بقى من مناطق وسط العاصمه ومتجه الى زايد واكتوبر في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا نزله الصحراوي حاله من السيوله المريه التامه في هذا الاتجاه. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا لجزئيه اخرى اعلى الدائري، وهي منطقه دائري الرمايه، والقادم بقى من مناطق صفت ومناطق الدائري الزراعي ومتجه سواء الى نزله الصحراوي او متجه الى طريق الواحات في حاله من السيوله المريه التامه في هذا الاتجاه، وايضا القادم هنا من طريق الواحات او طريق الفيوم متجه الى طريق الدائري، ثم بعد ذلك باقي الدائري الزراعي وصفت في حاله من السيوله المريه التامه في هذا الاتجاه. ننتقل مع حضراتكم ايضا ل هذا المحور وهو محور روض الفرج، وهنا نقدر نقول حبايبنا اللي جايين من اسكندريه بدل ما ياخدوا يعني البوابات بتاعه القاهره ويسلكوا بعد ذلك طريق المحور او الطريق الدائري وتجنبا لفتره الذروه الصباحيه، ممكن ياخدوا طريق روض الفرج اللي هينزلهم على طول لمنطقه شبرا ومناطق وسط العاصمه، تجنبا بقى لحاله الزحام اللي ممكن تكون موجوده فتره الذروه على الدائري او المحور. فلو شفنا يعني طريق روض الفرج حاله من السيوله المريه التامه في الاتجاهين. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا لمنطقه اخرى، ولو شفنا هذه المحور او دائري المريوطيه القادم بقى من مناطق المعادي ومناطق التجمع ومتجه الى دائري الرمايه او باقي المناطق الاخرى على الدائري في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا يعني الذهاب الى مناطق الرمايه ومناطق باقي الاجزاء الاخرى على الدائري في حاله من السيوله المريه التامه. نروح ايضا لمنطقه البحر الاعظم، ولو شفنا طلعه الدائري من عند البحر الاعظم في حاله من السيوله المريه تم في الاتجاه الذاهب الى مناطق التجمع ومناطق حدائق المعادي في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا القادم بقى من مناطق التجمع ومناطق السويس ومتجه الى باقي الدائري سواء دائري المريوطيه في حاله من السيوله المريه التامه. نروح مع حضراتكم لمنطقه سما تاور ايضا في منطقه الدائري في حاله من السيوله المريه التامه في الاتجاهين. ونروح برضو مع حضراتكم لنفع في غايه الاهميه، وهو نفع ال ان اي في منطقه التجمع والمتجه الى مناطق التجمع الاول وباقي المناطق الاخرى في التجمع في حاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي بقى من التجمع ورايح بقى الى باقي دائري المنيب ودائري المعادي في حاله من السيوله المريه التامه. وجزئيه اخرى طريق السويس بكافه اتجاهاته الحقيقه حاله من السيوله المريه التامه، وده طبعا نظرا لعمليات التطوير التي لحقت بهذا الطريق اللي احدثت حاله من السيوله المريه الكبيره في هذا الاتجاه. ونختتم مع حضراتكم
هنا في منطقة الدائري عند أكاديمية الشرطة في حالة من السهولة المرية التامة في الاتجاهين. نقدر نقول بفضل ربنا سبحانه وتعالى رغم سقوط الأمطار المتوسطة في أغلب الأنحاء وأيضا الغزيرة في بعض الأنحاء الأخرى، إلا أن الحمد لله الحالة المرية حتى هذه اللحظات على ما يرام لم ترد إلى الإدارة العامة للمرور أي ما يفيد لا قدر الله وجود ما يعرقل الحركة المرية، وكل الطرق تعمل بكامل طاقتها، وأيضا هناك تواجد مكثف سواء من رجال المرور المنتشرين في كافة الطرق وأيضا تواجد لهيئة النظافة وهيئات خاصة بشفط المياه من الطرق اللي بتتكدس فيها المياه نظرا لإحداث حالة من السيولة المرية وأيضا منع تراكم المياه نظرا لسقوط الأمطار. كمان الإدارة العامة للمرور خصصت رقم للتدخل السريع لا قدر الله أي حد أصابه أي مكروه على الطرق، ممكن يتصل على هذا الرقم 0122 3 1 4 0 0122 3 1 4 0، ده الرقم التدخل السريع اللي خصصته الإدارة العامة للمرور. كمان مرة أخرى بننصح قائدي المركبات عليهم بتوخي الحذر في هذه اللحظات أثناء سقوط الأمطار وأيضا التأكد من ملء قربة المياه الخاصة بالمساحات. إن شاء الله كلنا نصل لمرادنا بكل سلامة ويسر والجميع يصل لأشغاله في هذه الذروة الصباحية إن شاء الله بكل أمان. ومرة تانية صباح الخير والبركة والسعادة فرح تحياتي ليكي، ومرة تانية برضو من اليوم مبروك لجميع الشعب المصري فوز منتخبنا الوطني ومزيد من التوفيق إن شاء الله للدولة المصرية في كافة المجالات وهي دي الإرادة المصرية. صباح الورد. أشكرك مراسلنا عاصم الشندويلي من الإدارة العامة للمرور.